رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا اللي هنتابع فيها اهم اللي حصل على الساحه الرياضيه من امبارح لحد النهارده سواء عالميا او محليا. ونبتدي بمحمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي، واللي نشر على تويتر صوره من مباراه امبارح قدام بورسسبور في الدوري التركي، واللي انتهى بفوز قاسم باشا 2-1، واحرز تريزيجيه هدف وكتب: لا تنتظر الفرصه، اصنعها لنفسك. كمان في البريمير ليج قدر ليفربول ان هو يفوز امبارح على فولهام 2-0، وبعد المباراه نشر فينالدون لاعب الريدز واللي كان طبعا عيد ميلاده امبارح صوره ليه من المباراه على تويتر وكتب: مباراه اخرى صعبه على ملعبنا، الان حان الوقت للاحتفال بعيد ميلادي، وشكرا على دعمكم وبالطبع على كل امنيات عيد ميلادي الجميله. كمان نشر فابينيو لاعب ليفربول الانجليزي صوره ليه من المباراه على تويتر وكتب: فوز اخر اليوم، احسنتم يا فتيان. برضو نشر روبرتسون صوره على تويتر وكتب: رد فعل رائع من اللاعبين، فوز مهم قبل فتره التوقف الدولي. نشر مانيولي حارس مرمى ريدز صوره على تويتر وكتب: نتيجة رائعة أخرى، أداء جيد من اللاعبين، نراكم بعد فترة التوقف الدولي. كمان من فوز ليفربول نروح بقى لدربي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، واللي قدر السيتي فيه إن هو يحسمه لصالحه نتيجة 3-1. نشر سيرخيو أجويرو نجم السيتي واللي أحرز الهدف الثاني صور على تويتر بعد المباراة وكتب: الفوز بالدربي يملأنا بالفخر بأداء جماعي رائع وفي حضور مشجعين الذين ملأوا المدرجات، دعونا نحتفل وبينما قد يكون شعوري رماديا الآن فإن مانشستر زرقاء. كمان نشر برناردو سوفا لاعب السيتي صورة على تويتر من المباراة وكتب: يا لها من مباراة، دعم رائع من جمهورنا. كمان نشر لروي ساني لاعب السيتي صورة على الانستغرام من ديربي وكتب: 100 مباراة مع مانشستر سيتي. كمان البلجيكي ارن هازارد نجم تشيلسي الانجليزي نشر صورة على الانستغرام من مباراة البلوز امبارح مع ايفرتون واللي انتهت بالتعادل السلبي وكتب: لم نكن محظوظين بالامس، اشكركم يا اصدقائي على دعمكم واراكم في بلجيكا. في الدوري الاسباني بقى فاز ريال مدريد على سيلتا فيجو 4-2، ونشر راموس قائد ريال مدريد واللي احرز الهدف الثالث صوره على تويتر من المباراه وكتب: فوز عظيم، نتغلب على الصعوبات ونستعيد الثقه بالعمل سويا. كمان كورتوا حارس مرمى ريال مدريد فنشر صوره على صفحته على الانستغرام وعلق عليها وقال: سعيد جدا بالفوز وبالمباراه الرائعه. كمان نشر جاريث بيل على تويتر صوره من المباراه وكتب: فوز رائع اخر الليله، احسنتم. برضو علق توني كروس على تحسن اداء ونتائج ريال مدريد في نوفمبر ونشر صوره على تويتر وكتب: نوفمبر يبدو افضل من اكتوبر حتى الان. كريم بنزيما واللي احرز الهدف الاول نشر صوره على تويتر من احتفاله بالهدف وعلق وقال: مباراه رائعه من الفريق باكمله. كمان احتفل لوكس فاسكيز بالفوز ونشر صوره على تويتر وكتب: فخور بما قام به الجميع. نشر لوكا مودريتش على الانستغرام صوره ليه من المباراه وكتب: برافو ريال مدريد، انتصار عظيم. برشلونه كمان الوضع بقى كان مختلف لان برشلونه تعرض لهزيمه من ريال بيتيس 4-3، ونشر ارتورو فيدال لاعب البارسا صوره من المباراه على تويتر وكتب: دائما معا لمواصله القتال والعمل بجد اكثر من اي وقت مضى. نروح بقى لايطاليا وبالتحديد لفريق يوفنتوس اللي فاز امبارح على اي سي ميلان 2-0، ونشر الاجري المدير الفني للفريق صوره لي على تويتر وكتب: كان هدفنا عدم تكرار اخطاء المباريات الاخيره اكثر من الثلاث نقاط، لهذا ينبغي ان نثني على اللاعبين وهو ما يجعلني اقضي عطله هادئه. كمان نشر ماريو ماندركيتش لاعب يوفنتوس صوره على تويتر من المباراه وكتب: اشعر بالارتياح للعوده مره اخرى لارض الملعب، بل انه افضل عندما تفوز بمباراه كبيره. اما في فرنسا فباريس سان جيرمان حقق الفوز رقم 13 ليه على التوالي في الدوري الفرنسي على موناكو 4-0، نشر الصفحه الرسميه للفريق على الانستغرام صوره من المباراه وكتبت: سلسله الفوز تتواصل، الفوز ال13 على التوالي. كمان نشر بوفون حارس مرمى
باريس سان جيرمان الصورة على تويتر وكتب: المغامرة مستمرة بموقف صحيح وطموح مناسب. أخيرا نشرت صفحة بلاتشر فوتبول على الإنستغرام صورة للمنتخب الكرواتي وكتبت: في مثل هذا اليوم تأهل منتخب كرواتيا لكأس العالم وبدأت الرحلة التاريخية. طبعا منتخب كرواتيا قدم في بطولة كأس العالم الأخيرة يعني بطولة أو مباريات رائعة ووصل بها لنهائي كأس العالم، ولكن طبعا فرنسا هي اللي قدرت أنها تنتزع للقب.